يعد منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 بمثابة المنصة الأساسية لتعزيز الحوار حول كيفية ضمان احترام الشركات لحقوق الإنسان. يمثل منتدى الأمم المتحدة فرصة للعديد من أصحاب المصلحة والفاعلين لإسماع أصواتهم والعمل معا بهدف النهوض بجدول الأعمال الخاص بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعلى هذا النحو فإن الدول والمنظمات الدولية والشركات والنقابات العمالية ومنظمات الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة ومنظمات المجتمع المدني والعديد من المجموعات الأخرى من جميع مناطق العالم مدعوين لتبادل خبراتهم من خلال حلقات النقاش، المناقشات والجلسات العامة والحوارات الإقليمية. ومن خلال هذا النهج يمكننا خلق فهم أفضل للتحديات التي تواجهها المجموعات المختلفة في العمل من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد حلول وسبل مبتكرة للتغيير. ويقوم منتدى الأمم المتحدة أيضا بتقييم الرسائل المتبادلة في سياق المنتديات الإقليمية والبناء عليها، مما يسمح بإجراء مناقشات هادفة حول القضايا التي تؤثر على مناطق معينة والممارسات الإبداعية التي تم وضعها من أجل معالجة حقوق.